سيد المدهون، يعني بإثر الكلام الذي قاله سيد العواودي بأنه إسرائيل تستهدف مواقع كثيرة واتساع هذه الحرب في العراق، في اليمن، في بيروت وفي فلسطين وفي طهران، يعني يبدو أن إسرائيل لن تتوقف عن عنجيتها ما لم تواجه ردعا سياسيا كاملا. هل يمكن أن توقف إسرائيل هذه العنجهية بموقف موحد من كافة الدول العربية؟ احنا لنكن صريحين، اليوم الذي يقاتل ليس إسرائيل. إسرائيل ذراع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أحد أذرعتها القوية والباطشة. إيران تدرك ولديها تقدير موقف، بالإضافة لقوى المقاومة بما فيها حماس، أن هزيمة إسرائيل سهلة ويسيرة. ما حدث في 7 أكتوبر كان واضحا، أنه تم تحييد يعني فرقة عسكرية كاملة خلال ساعات من مقاتلي حماس الذين لا يملكون أي إمكانيات سوى إعدادهم الذاتي وتصنيعهم المحلي للأسلحة. ومع ذلك انهار الجيش الإسرائيلي، ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتحريك الأساطيل وتحريك حاملات الطائرات والقدوم لما استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يحتمل. اليوم للعلم كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من توحش في غزة ومن تدمير وقتل وعمليات إبادة واضحة هو يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن سيد المدهون، يعني اليوم الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها بلينكن يؤكد بأن الولايات المتحدة ليس لها كان علما بهذا الاستهداف، استهداف السيد هنية، كيف تعلق؟ للعلم هذه التصريحات إن كانت المتناقضة أو الرافضة من قبل الولايات المتحدة ما هي إلا لذر الرماد في العيون. الولايات المتحدة الأمريكية هي من يخطط وينسق ويرتب بل ويعتمد كل المخططات وكل القرارات الإسرائيلية. ولهذا لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يقدم على خطوة اغتيال مثلا فؤاد الشكر في لبنان، أو أن يضرب بناية في بيروت ويدمرها، أو أن يقوم بعملية اغتيال في طهران دون إذن ودون تنسيق ودون ترتيب الولايات المتحدة. الآن لدى صانع القرار في طهران وفي أيضا في الضاحية هو معادلة معقدة. وحينما يريدون أن يردوا على الاحتلال الإسرائيلي، هذا يعني أنهم سيضعوا ثقل الولايات المتحدة وردود أفعالها. والآن حتى واشنطن تهدد أنها تقول لن أسمح بحرب إقليمية، بمعنى أنني سأتدخل. طب الآن الاحتلال الإسرائيلي يكسر كل القواعد تجاه الحرب الإقليمية، لكنها لا تتدخل، تحمي، تعطي هنا تصريحا، ولكنها أيضا تذهب وتحذر الدول من الرد على الاحتلال. انظر مثلا أنت أن بعد اغتيال أو بعد عملية اغتيال في لبنان بالأمس، أرسلت الولايات المتحدة رسائل أنها لا لحزب الله والمقاومة اللبنانية، أنها لا تريد أن يكون هناك ردود ولا تريد أن تكسر المقاومة قواعد الاشتباك. طب إسرائيل يوميا تقوم بعملية إجرام. الآن انظر أنت مثلا في قطاع غزة، حرب الإبادة والقتل والتدمير، لولا وجود هذا الأمر أكيد بيكون مختلف.